دن السلام عليكم. دائما في ديداكتيك العلوم نواصل أهمية العوائق في تدريس العلوم. إذن تستهدف المقاربة الإبستيمولوجية تحليل بنية المعرفة المدرسية وإيجاد العلاقات بين المفاهيم والقوانين والنظريات، وكذا الوعي بالتصحيحات المتتالية التي طرأت على هذه المفاهيم عبر تاريخ بنائها والعوائق التي تم تجاوزها. بمعنى أن المعرفة العلمية خضعت لعدة توقفات، لعدة قطائع إبستيمولوجية، قد حدثت بعض نظريات كانت صحيحة لمدة، ثم ظهرت أفكار جديدة تكشف عن نقائص هذه النظريات، وهكذا تتوالى التصحيحات في العلوم. المعرفة العلمية هي معرفة نسبية، وهكذا فأهمية معرفة تاريخ العلوم تتجلى في منح الأستاذ خلفية مرجعية من أجل الدراسة المقارنة مع صيرورات التعلم لدى المتعلمين. هنا تكمن أهمية العوائق في تدريس العلوم، أي أن المعرفة الأستاذ أن يبين للمتعلم أن المعرفة العلمية ليست معرفة قطعية، وإنما معرفة نسبية يمكن أن تتغير وتتطور حسب الزمن. إذن لنوضح العلاقة بين الأهداف والعوائق. أول ما يجب أن يقوم به المدرس الأستاذ هو صياغة أولية للأهداف، انطلاقا طبعا الحال من تحليل المادة التعليمية والبرامج وتحديد المستوى التعليمي، مستوى صياغة الأهداف حسب المستويات التعليمية اعتمادا على المنهاج الذي وضعته الوزارة. ثم يحاول أن يدرك الفرق بين الفكر العلمي وتمثلات المتعلمين، يعني الفرق بين معرفة المتعلم والمعرفة الحقيقية، لكي يصل إلى تحديد مستوى العائق، صياغة تعرف وكشف عن العائق. بعد ذلك تأتي المرحلة المولية التي نحول هذا العائق إلى هدف عائق. هنا يتم صياغة الهدف الذي يمكن من التدرج العقلي بتجاوز العائق، بمعنى ترجمة الهدف حسب الصنفات، يعني الأهداف معرفية عامة حسب المجالات إلى غير ذلك. ثم يعتمد على شروط تجاوز العائق والتقدم في المدرج يعني العقلية المطابقة، أن الأستاذ يجب أن يقوم بصياغة الهدف ثم الهدف العائق حسب مستويات فكرية للمتعلم. إن صياغة الهدف العائق حسب ديفولاي تستلزم ما يلي: أولا الكشف عن عوائق التعلم باعتبارها نواة صلبة لتمثلات، هي العوائق التعلم هي النواة الصلبة لتمثلات التي تبقى متجذرة لدى المتعلمين. قد نقوم بإنجاز وبناء معرفة علمية، لكن هذه المعرفة لا تغير تمثلات فتبقى متراكمة بجانب التمثل، ويبقى التمثل هو المتجذر. قد تنسى المعرفة العلمية الحقيقة ويظهر تمثل من جديد. ثم فرز العوائق القابلة للتجاوز، ليست كل العوائق قابلة للتجاوز، على الأستاذ أن يحدد العوائق القابلة للتجاوز فرانشيسابل، ويحدد الهدف وهو تجاوز العائق أو العوائق التي تبدو قابلة للتجاوز، هذا هو الهدف العائق. تصنيف الهدف العائق حسب الصنافة المناسبة، واش معرفي وجداني ما إلى غير ذلك حسب الصنافات معروفة. ثم صياغة الهدف العائق صياغة إجرائية قابل لأجرأت هذا الهدف العائق. وأخيرا بناء عدة ديدكتيكية مناسبة، وضعية ديدكتيكية مناسبة لتحقيق تجاوز الهدف العائق، فضلا عن إجراء في النهاية دعم وتصحيحات في حالة حدوث التعطل. إذن هذه مراحل أساسية يمكن اعتمادها وتتبعها لأجل صياغة الهدف العائق بل وتجاوز هذا العائق. أمثلة تطبيقية. هنا تحدثنا قبل على الهواء. قد يعتبر المتعلمين أن الهواء ليس بمادة، الهواء ليس بمادة. إذن احنا نقول بأن الهواء مادة، الهواء مادة، بمعنى أول شيء نحدد
الهدف العائق، الهدف العائق هو الهواء مادة، والهدف العائق الهواء ليس بمادة، الهواء ليس بمادة، هو العائق لدى المتعلم لأنه غير مرئي وغير ملموس. والهدف العائق يقابله الهدف العائق هو الهواء مادة. وضعية التجاوز. للتجاوز هناك أولا مصدر العائق، هل المادة مرئية؟ بالنسبة للتلاميذ يجب أن تكون المادة مرئية، المادة محسوسة، يعني يكون، والمادة لها مقاومة، المادة لها حجم معين، كل هذه الأمور لا يمكن أن المتعلم أن يراها عند في حالة الهواء، وبالتالي تصبح مصدرا عائق. وهنا يجب على الأستاذ بناء وضعيات لتجاوز هذه العوائق. امتداد العائق قد يكون له تأثير حول التركيب الضوئي مثلا، فهم عملية التركيب الضوئي، لأن سنحتاج إلى اعتماد ثنائي أكسيد الكربون كغاز للتركيب الضوئي، الضغط الجوي، تغيرات المادة إلى غير ذلك، كلها سيكونها امتدادات لهذا العائق. تجاوز العائق الآن، الهواء له وزن، الهواء له وزن، الهواء ينقل الحركة، دونك الهواء بنقل الحركة إلى الصلب، يعني يمكن اعتماد هذا الوزن، ثم يمكن اعتماد الهواء أنه قد يمنع انتقال الأجسام الصلبة والسائلة، قد يمنعها، يقف كحاجز، إذا فهو له محسوس، الهواء يمكن أن نعتمد لها في الحركة، إذا يساعد على الحركة. إذا هذه بعض الوضعيات الديداكتيكية التي يمكن اعتمادها لتجاوز هذا العائق. مثال آخر هنا، التوالد. التوالد قلنا بأن في الغالب أن العائق هو أن الأم فقط هي التي تعطي الأطفال، لأن باعتبار أن الطفل ولا الأم هي التي تنجب الطفل من بطنها، وبالتالي فهي المسؤولة عن إعطاء الأطفال. نوع العائق هنا التجربة الأولى، ما يشاهده المتعلم وما يعيشه في الواقع بأن الأم هي التي تعطي الأطفال، إذن هذا عائق التجربة الأولى وملموس ويشاهده المتعلم. الهدف العائق أن الجنين نتيجة تلاقي عنصرين، هذا هو الهدف العائق. فنتجاوز العائق الأول اللي هو الأم فقط هي التي تعطيه، هنا تدخل الأب والأم، يعني الذكر والأنثى. امتدادات العائق قد يحدث في فهم مفهوم الإخصاب، تمثل حول مفهوم الإخصاب وفهم انقسامات الخلية. من بعد عندما يتطور المتعلم في تدريسه قد يجد صعوبات في فهم مفهوم الإخصاب والانقسامات إلى غيره. التجاوز، يعني وضعية التجاوز، أنه لا يمكن، لا حمل دون إخصاب، لا يمكن مثلا أن يكون الحمل، أن تنجب المرأة دون الإخصاب. المادة الجنينية يعني موجودة عند المرأة، والحيوان المنوي فهو منشط فقط، بمعنى أنه لا بد من التقاء البويضة والحيوان المنوي لكي يعطينا انطلاقة الجنين. تنفس عند الأسماك. العائق أن السمكة تتنفس بالرئتين. نوع العائق هنا التعميم. التعميم، عائق تعميم، يعني السمكة تفتح وتغلق فمها وبعدين تدخل وتخرج الهواء. إذن التنفس تعميم مفهوم التنفس. الهدف العائق أن السمكة تتنفس عن طريق الغلاصم. هنا وضعية التجاوز هي التجارب ووضعية ديداكتيكية تعرف عناصر الجهاز التنفسي، تبادل التنفس هو تبادل الغاز بين السمكة والوسط الخارجي، الهواء يوجد بشكل مدب في الماء. هناك أدوات الآن متطورة تمكننا من إثبات هذه المعلومات للأطفال قصد التجاوز هذا. مصير الأغذية التي يتناولها المتعلم في مستوى الرابع ابتدائي. لاحظوا بأنه جميع العوائق التي يحدثها فهي تهم السلك الابتدائي. العائق هو أن الطعام يمر عبر أنبوب من الفم إلى المخرج أو إلى الشرج. نوع العائق هي الملاحظة العامة. الملاحظة العامة هي التي جعلت المتعلم يفكر بهذه الطريقة. الهدف العائق، عفوا،
الطعام لا يمر فقط عبر أنابيب، إذن فهناك أعضاء الجهاز الهضمي تفرز أنزيمات تساعد إلى غير ذلك. التجاوز هو تعرف عناصر الجهاز الهضمي كلها في تجارب شريح مجسمات إلى غير ذلك لتحدد مسار الطعام داخل الأنبوب الهضمي. في درس البراكين مثلا في الجيولوجيا المستوى السادس، العائق هو البراكين، هي عبارة جبال. دائما نصور متعلم بركان، البركان يظهر على شكل جبل. نوع العائق هنا التجربة الأولى، عائق لفظي تعريف البركان باعتباره جبل يقذف صهارة، هذا نوع العائق، عائق لفظي قد نقع في هذا العائق وفي هذا التعريف للبركان ويتكون عائق لفظي لدى المتعلم. الهدف العائق هو البراكين ليست جبالا، وبالتالي من أجل تجاوز هذا العائق، تعريف مفهوم البركان، مكونات البركان، و إظهار للمتعلم عن طريق فيديوهات وتجارب نماذج ما يبين أن البركان هو جهاز ليس جبل، وبالتالي نحدد مكونات البركان، الخزان الصهاري، المدخنة والفوهة إلى غير ذلك. الآن تقنيات الكشف عن العوائق ووضعيات تجاوزها. تقنيات الكشف، حددت جوردن التقنيات التي يمكن استعمالها للكشف عن وجود العوائق الإبستيمولوجية والتمثلات، وحصرها كما يلي: أولا المقابلة، في المقابلة الفردية لخطاب، يعني كيف نكشف، المقابلة الفردية الخطاب اللغوي فقط مع مجموعة صغيرة بالاعتماد على الخطاب المكتوب، رسوم، خططات، مجموعات القسم، الوسائل التي يستعملها المتعلم، أدوات المختبر، أجهزة الوثائقية، كل هذه الأمور يمكن أن تؤدي إلى كشف وظهور عوائق أثناء الحوار مع المتعلم. تقنية أخرى الاستبيان، استبيان سواء استبيان نفس موجه، موجه أسئلة فقط، أسئلة مدعمة، أسئلة مفتوحة، أسئلة ذات أجوبة متعددة، أسئلة ترافقها معلومات، كل هذه الأدوات يمكن أن تكشف عوائق لدى المتعلم، نعطيه الحرية في الإجابة وقد يظهر لنا العوائق التي توجد لديه. ثم ملاحظة داخل القسم، الجانب الشفوي، الجانب الحركي، الجانب الكتابي، مسودات المتعلمين، إنتاجات تلقائية، إنتاج مطلوب، نطلب من التلميذ مثلا رسم، رسم تلقائي، مسار مثلا مسار الأغذية داخل الجهاز الهضمي، ونعطي الحرية التامة للمتعلم لإنجاز الرسم، قد يكشف تكشف هذه الرسومات والإنتاجات عن وجود عوائق لدى المتعلم. دائما الإنتاج التلقائي، الإنتاج الحر، يكشف عن هذه العمل.